بس اول شيء شو قلنا بدنا نحكي؟ اي بس بدي اخذ نفس. يصل يصل. وكل ما يصنع باليد يصل بكل حب. الإيبوكسي هو مادة خام، مادة سائلة كيميائية، فمن خلال التصنيع مع مصلب فبتتحول معنا على لوح فنية، أسواني، إكسسوار، أي شيء نحن حابين نصنعه. في عندي شغلات شخصية عائلية حابة كتير احتفظ فيها، فأنا اجيت عم دور على شغلات تحتفظ لي بشي شخصي لإلي كعائلتي مدى العمر، فصرت ابحث عن الموضوع وابحث وابحث، فلقيت هيدا الشيء انه انا احفظ فيه الشغلات الشخصية بطريقة حلوة، بطريقة فنية، بطريقة كتير يعني كتير رائعة، فحبيتها كتير. فلما فرجيت العائلة والأصدقاء والحوالي إنه أنا شو اشتغلت بهي المادة، فكتير عجبهم، كتير 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 عجبهم هيدا الشيء. بالبداية صرت إنه دور وابحث إنه وين في عنا باللاذقية إيبوكسي. طبعا دورت كتير وحاولت اوصل لمواد، بالبداية كانت كتير صعبة، عملت خلطات غلط، عملت الوان غلط، بعدين مع التكرار تعلمت. طبعا انا تعلمت من فيديوهات يوتيوب، صرت بدال افتح غنية او شيء حط كل الوقت 24 ساعة يوتيوب عم بتفرج على عالم كيف عم تصنع وكيف عم تشتغل. في كان دورات أونلاين دخلت عليها لأتعلم منها، في عالم يعطوا نصائح، كان معي ورقة وقلم وأقعد أكتب خطوة بخطوة، أكتب شو لازم أعمل، شو لازم سوي، شو لازم يكون جنبي بس أنا وعم بشتغل، كيف لازم حافظ على حالي لأنه هي كمان مواد كيماوية. نزلت بدي اشتري الاغراض، في عندي قوالب مثل ما قلنا، الايبوكسي، الوان، اي شيء بيخطر ببالكم بيدخل بماده الايبوكسي، وكل ما دخلنا اشكال يعني قدامكم مبين هيدا الشيء، كل ما دخلنا ادوات كل ما عم تطلع القطعه كتير حلوه. ماده الايبوكسي ما موجوده باللاذقية، فاضطريت انه اجيبها من باقي المحافظات، ساعدوني كتير عالم لوصل لهي المادة، والحمد لله رب العالمين تجاوزت هي المرحلة. كمان في عندي صعوبات بالطباعة، دور انه وين في طباعة، وين ما في طباعة، واكيد يعني انا عندي اولاد صغار، فكانت هي صعوبة كتير الي. طبعا الانسان بمر بمراحل بضغوطات نفسيه، فلما بيشتغل شيء حلو وبيحبه فبتحس انه في رياحه نفسيه، في سلام داخلي، فطبعا له كمان اكيد مردود مادي، فاكيد وانا كثير 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 بنبسط لما الزباين والاشخاص اللي بيشتروا مني بينبسطوا كثير. بشتغل بالإكسسوار، بالصواني، بالشيالة. مثلا عندي هاي القطعة، هاي القطعة مصنوعة على كام مرحلة، في عنا أول مرحلة هي الصاب، بعدين ننتظر عليها كام يوم حتى تنشف، منحط اسم ومنحط فوق طبقة شفافة مشان تعطيها هاللمعة، مشان تعطيها هالجمال، وبيطلع عنا بهيدا الشكل البورتوكلي أو شكلة الانفاتيح. طبعا نحط بيت
دخل الاكسسوار بالايبوكسي، فعندي مثلا هاي القطعه حبيت اشتغلها بعقد لولو مثل ايام زمان. اذا منشوفها في عندي هون مصنوعه من الورق الذهب، كانت اول صبه وكانت رقيقه، بعدين بلشت صبه صبتين وثلاثه، واخر طبقه كانت هون اللون اللولي لحتى تطلع معي بهي الشكل وبهي الطريقه. بلشت يمكن من قطع 1 سنتي 2 سنتي، لبلشت لقطع 36 سنتي، بلشت لقطع 35 سنتي. فهيدا الشيء عم يعطيني قوه طبعا، لانه الايبوكسي بيدخل باساس البيت، يعني فيني مثلا اعمل طاوله ايبوكسي، فيني اعمل ارضيات ايبوكسي. فطموحي ان شاء الله بالايام الجايه انه اتطور وصير اعمل شغلات اكبر. بتمنى من كل سيدة ما تقول انه انا ما بدي اشتغل، انا ما بدي اعمل، انا معي مصروفي بكفيني، ليش لحتى تعب حالي. بتمنى من الكل انه يشتغل، هيدا الشيء اثبات للنفس، اثبات للذات. الواحد يطلع من حياته شوي يشوف هو بشو مبدع. كل انسان فينا مبدع بشيء اكيد.